عزائم ورقي وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. السحر والشعوذة. تحية لكم مشاهدين الأكارم، وأنتم ترافقون في برنامج عالمك حواء، هذا البرنامج الذي يعنى بكل ما يتعلق بالمرأة. والحديث اليوم عن السحر والشعوذة مع ضيفتي الكريمة الدكتورة زهراء البرقعاوي. تحية لك سيدتي الكريمة. تحية لك، حياك الله. أبدأ معك سيدتي الكريمة بالسؤال، هل أن السحر حقيقة أم خيال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الله سبحانه وتعالى يعني قال في كتابه العزيز وتحدث عن السحر. موسى سلام الله عليه كان في بيئة اشتهرت بالسحر، وكان هناك الكثير ممن يعرفون ويعملون السحر، فقال عنه الله سبحانه وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن السحر فيه جانب كثير من الخيال، فيه جانب كثير من التلاعب بنفسية ورؤية واعتقاد الشخص الآخر بأن ما يقوم به الساحر هو عبارة عن تغيير لمجريات الطبيعة وخرق لقوانينها، وكأن الساحر يمتلك قوى غيبية خفية يستطيع أن يحرك بها وأن يغير بها، يؤثر بها ويؤثر بها، وحتى يغير بها ما يريد من الأمور التي وضعت وفق الطبيعة الكونية. هل أن السحر فيه جانب من الحقيقة؟ يعني هل يؤثر السحر؟ نعم له تأثير. السحر يعني له تأثيرات. لماذا؟ لأن الساحر يتصل أو يقوم بتسخير الشياطين والقيام بأعمال منافية للفطرة الإنسانية، فيها من المحرمات، فيها من استعمال الأمور المحرمة، وهذه الأمور هي التي تؤثر في نفسية الإنسان وتؤثر في المسحور، في ذهنه وفي عقله وفي اعتقاده، بل حتى في جسده. إذن فيه جانب من الخيال وفيه جانب من التأثير الواقعي الموجود على المسحور. نعم أحسنتم دكتورة، يعني تفضلتم بأن البيئة التي كان يعيش فيها نبي الله موسى كانت يشتهر فيها السحر. دكتورة، أسباب يعني كثرة السحر في المجتمعات، يعني لماذا توجد مجتمعات يكثر فيها استخدام السحر والشعوذة؟ لأن تلك البيئة أو أي بيئة يكثر فيها استعمال السحر والشعوذة، لأن أفراد المجتمع لديهم حالات، إما أن تكون لديهم ولع وحب في معرفة الغيبيات فيذهب إلى الساحر ليكشف له أو يعطيه ما سوف يحصل له في مستقبل الأيام، أو لأن المجتمع فيه حالة مرضية، أو الشخص الذي يذهب إلى الساحر لديه حالة مرضية لا يستطيع أن يؤثر، هي حالة من عدم القدرة على تحديد يعني ما يحيط به وعلى سيطرته على ما يحيط به، على واقعه لا يستطيع أن يسيطر على واقعه أو الناس الذين يعيش معهم. فإلى ماذا يلجأ؟ يلجأ إلى أمور يعتقد أن الساحر يستطيع أن يفعلها له ويؤثر في الأشخاص المحيطين به. إذن عمله وسلوكه وتواصله تجمع الضعف وعدم القدرة على التعامل، لا يستطيع أن يتعامل مع هذا المجتمع، مع الأشخاص المحيطين به، لا يستطيع أن يبني علاقات ناجحة مثلا، لا يستطيع أن يتواصل بمحبة ورحمة وإنسانية مع المحيطين به. توجد لديه عقدة الحقد على الآخر، الكراهية الموجودة على الآخر، وشعور أن الساحر لديه قوة تسلطية جبروتية طاغوتية تعكس ذاته، لأنه لا يستطيع أن يسيطر على هذا الشخص أو أن يفرض عليه آراءه. فإلى ماذا يلجأ؟ يلجأ إلى هذا السحر الذي يمتلك هذه القوة العظيمة ليستطيع أن يؤثر على الشخص الذي يريد أن يسحره. دكتورة، يعني البعض يقول أن هناك فرق بين السحر والشعوذة وبين الأعمال، باعتبار أن السحر والشعوذة هو
هو ما يسبب أذى للغير وبالتالي يكون محرم، أما العمل فهو مثلا لجلب منفعة أو يعني عدم إذى الآخر، وإنما فقط حتى مثلا الشخص المقابل مثلا يستجيب لي أو كذا، فيكون هذا غير محرم. فماذا تقولين، هل هناك فرق يعني بين من ناحية الحرمة؟ كلاهما حرام، يعني الفقهاء قالوا أن السحر وقيام بأعمال السحر أو العمل هذا أيضا حرام، والعمل لجلب شخص أو محبة أو تهدئة جو معين لأشخاص معينين أيضا حرام. أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حدثت حادثة لديه عندما جاءته امرأة وقالت له أن زوجي له غلظة، له بي علي غلظة يعني شديد ويعني عصبي ولا يتعامل معها بأسلوب محبب، فعملت له عملا لأحببه إلي، فغضب منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها لقد أغضبت ملائكة السماء، لعنتك ملائكة الأرض، لعنتك ملائكة السماء، حتى رددها 3 مرات. وعندما ذهبت إلى بيتها واستغفرت ويعني أدت دفعت صدقة وغير ذلك، ووصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل منها. إذن ما قامت به من عمل حرامه لا فرق، يصل لا فرق، لا فرق. حتى أن يعني كثير من الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت سلام الله عليهم في أن الساحر كافر، الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مشى إلى ساحر أو كذاب يعتقد بذلك أو يصدقه فيما يقوله فقد كفر بما أنزل الله. وأيضا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول الساحر كافر. إذن من يؤمن ومن يقوم بهذا العمل خرج من الدين. ليس فقط دكتورة من يقوم بعمل السحر هو كافر ويعني عمله حرام، وإنما أيضا من يعتقد به ومن يذهب إليه يعني مثلا يطلب منه المساعدة في هذا. بالتأكيد يعني يقول من مشى إلى كاهن أو ساحر أو كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله في كتابه، إذن يخرج من الدين الإسلامي ويصبح كافرا. لماذا؟ لأنه لم يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، والتجأ إلى شخص جعله شريكا لله سبحانه وتعالى ليجد له الحل في مشكلة معينة أو في أمر معين. ومسألة الإيمان بالسحر هي تعطي الإنسان يعني تقيد حريته وتقيد تصرفاته مع المجتمع، وبالتالي هو يلجأ إلى الأمور الغيبية لتصنع له الحلول. دكتورة يعني كلام الذي تفضلتي به يقودني إلى أن أسأل إلى تأثير السحر على الشخص نفسه، على عقليته، على تصرفاته، وأيضا على النسيج الاجتماعي. طبعا تأثير السحر على الفرد بصورة أساسية تأثير نفسي. نجد أن اليوم مجتمعاتنا كثير من الخلافات أو فقدان العمل يقول أنا مسحور وهناك شخص يكرهني وقد صنع لي عملا وسحرا، ويصبح في هذا الهاجس وهذه الدوامة، وبالتالي حتى أنها تنعكس على فاعليته وتنعكس على نفسيته، حتى أنه يمرض حقيقة بسبب هذا الشعور. الإنسان يعني لديه طاقة، وهذه الطاقة هي عبارة عن ما طاقة سلبية وما طاقة إيجابية، وأنا دائما يعني هذه يعني علم الطاقة أقول هي عبارة عن كثير. يعني اليوم نجد أن كثير من الأمور التي حرمتها الشريعة أو حللتها هي حقيقة لها علاقة بهذه الطاقة التي يمتلكها الإنسان. إذا شعر الإنسان بأنه مسحور أو أنه سيلجأ إلى هذا الساحر سوف تتحرك هذه النفسية ويتقولب يعني فكرة وتتقولب نفسيته وشعوره في هذا الاتجاه، وبالتالي حقيقة إما يمرض وإما ينجح. إذن هي مسألة شعور. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول تفاءلوا بالخير تجدوه، فإذا تفاءل الشخص وقال أن حياتي هادئة وأي مسألة أستطيع اللجوء فيها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى العقل وإلى العمل ولا ما علمتني إياه الشريعة الإسلامية سأجد هذا الحل، سوف تنجح حياته وتسير نحو الاتجاه الصائب. طيب دكتورة لو سلمنا بأن هناك شخص يعلم بأن يعني بأنه مسحور
أو أن هناك عمل ما يعني صنع له. يعني في هذه الحالة ما العمل؟ هل يجوز له أن يذهب ويتداوى عند ساحر مثلا؟ أو ما الحل الذي يجب عليه أن يتخذه؟ معظم الفقهاء يعني حرموا الذهاب إلى الساحر لفك السحر أو فك العمل، وإنما هناك أدعية وأذكار وردت من أهل البيت سلام الله عليهم لدفع السحر، وهي كثيرة، منها قراءة القلاقل الأربعة: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقراءة الآية 54 و55 و56 من سورة الأعراف، والقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل يوم، وثلاثة الآية 33 من سورة الرحمن. هذا عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: إذا تعوذ الإنسان بهذه الأمور كل يوم من دفع الله عنه السحر وعمل الساحر. إذن بالنتيجة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وإلى هذه الأدعية التي وردت من أهل البيت سلام الله عليه. وهناك أيضا كثير من الأدعية التي تكتب ويحملها الإنسان وتدفع عنه السحر. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق أيضا قالوا: تعطير البيت بالحرمل هو أيضا يدفع السحر، لأنها نبتة مباركة من الله سبحانه وتعالى. وتقول يقول الإمام الصادق سلام الله عليه أنها عندما نبتت يعني كانت تهلل بصلوات الملائكة، وعندما يبخر البيت تطرد الشياطين، وعمل الشياطين مرتبط بالسحر، إذن هي تطرد السحر. واليوم الاكتشافات العلمية الحديثة اكتشفت أن مادة الحرمل وبذور الحرمل فيها نوع من أنواع التي تطرد السموم. مادة لا يحضرني حقيقة اسمها، هي مادة مضادة للسموم العطرية، ليست السموم التي يتم تناولها عن طريق الفم، وإنما السموم التي تنتشر في الهواء. هذه المادة مضادة لهذه الأمور، ويعني تنقي الهواء بنسبة تقريبا 99.5 أو 6% من هذه السموم الموجودة. فالشياطين تجلب السموم، وتعطير البيت بهذه الأمور يدفع هذه الأمور. أحسنتم دكتورة، جميل حقيقة هذه الآيات وهذا العلاج الذي ذكرتيه باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. دكتورة، واصل الحديث معك عن السحر والشعوذة، لكن بعد أن نشاهد آراء المواطنين من خلال هذا الاستطلاع. مشاهدينا الأكارم، نشاهد هذا الاستطلاع ثم نعود معكم، فابقوا معنا. يجب أن تكون للحكومة فد خطط واضحة لدراسة المجتمع، دراسة المعوقات، دراسة الحلول. تقوم بالوزارات المختصة، الأنظمة التعليمية، وزارة التربية، التعليم العالي لها دور في هذا الجانب. والجانب الآخر هو الجانب التطوعي ومنظمات المجتمع المدني، اللي في المجتمع في مجتمعات أخرى يكون لها دور لربما مضاعف أكثر من الجانب الحكومي. هذه عادة سيئة وظاهرة غير طيبة وغير شرعية، محرمة شرعا ونهى عنها الله سبحانه وتعالى والرسول والأئمة الطاهرين. عقد المحاضرات بشكل دائم في هذه المناطق أعتقد تكون قليلة جدا. هذه أيام اللي الآن ظهرت هاي الظاهرة الفاسدة في المجتمع الإسلامي، في المجتمع الشيعي، وهي الإذعان والاعتقاد بالشعوذة والسحر والكهنة والفال والخيرة. هذا كلها سبحانه عز وجل لا يرضى بها، وبمنطوق القرآن وبنص الآيات والروايات المباركة أنها تعتبر من الكفر. بأن الإنسان في حالة خسران إذا كان بعيداً عن الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب البعد هو التجاء إلى غير الله، كالالتجاء إلى من هم لا ينفعون ولا يضرون، كالوسائل الموجودة حالياً والمستشرية لدى بعض الشرائح النسوية. أنا لا أعتبر بأن حالة الجهل تعد حالة الجهل الأكاديمي، لا، بالعكس، بعض الأحيان نجدها هذه الحالة موجودة عند من تستحصل العلوم العالية والشهادات العالية، لكن أنا أعتبره هو جهل في معرفة الأخروية ومعرفة الله سبحانه وتعالى. السحر هو فعله وتعلمه وتعليمه والانتفاع به هو حرام مطلقا. فالأمور التي مثلا توجب تسخير الجن أو تسخير الملائكة أو تسخير الإنسان فهذا لا يجوز مطلقا.
إلا في بعض حالة أنه لحفظ النفس المحترمة، ونقصد بالنفس المحترمة المسحورة. ومع ذلك فإن الفقهاء يقولون أنه بدفع السحر بالسحر كذلك لا يجوز، لأنه يسبب الضرر والإضرار بالشخص المقابل. أعتقد موضوع السحر والشعوذة موضوع هو يعني قديم جدا. الإنسان كان يلجأ للسحر والشعوذة أعتقد لأنه ضغوطات الحياة، وأعتقد لأنه يعني التشاؤم أكثر شيء بالحياة لأنه يلجأ لهذا الموضوع. أما الإنسان اللي مستقيم حياته العملية ماشية بصورة صحيحة ما أتصور يلجأ لهذا الموضوع. تحية لكم من جديد مشاهدينا الكرام، وتحية لضيفتي الكريمة دكتورة زهراء. تحية لك من جديد. تحية لك، حياك الله. دكتورة، يعني شاهدنا في الاستطلاع يعني أحدى الأخوات ذكرت أنه يعني سبب اللجوء إلى السحر هو الجهل، وكذلك يعني حقيقة قرأت بعض الدراسات تشير إلى أن السحر والشعوذة وهذه الأعمال تنتشر في دول العالم الثالث باعتبارها الأقل تطورا وباعتبارها يعني الأقل معرفة ويعني مستوى الثقافي لهذه الشعوب متدني. فهل السحر والشعوذة هو متعلق بالجهل؟ طبعا بنسبة كبيرة نعم هو مرتبط بالجهل. يعني أغلب من يرتادون ويؤمنون بهذه الأعمال هم من الطبقات الجاهلة الأمية التي لا حصيلة ولا معرفة لها بالعلم، وإنما نشأوا في بيئة تؤمن بهذا السحر ووجدوا عليه آباؤهم يعملون ويؤمنون به أو يسمعون من المحيطين بهم، ويتم تداول هذه الأعمال بصورة كبيرة وتنتشر يعني أماكن السحرة والمشعوذين والكهنة أي في يعني المناطق القبلية أو الغير متعلمة كما تفضلتي في دول العالم الثالث أو البلدان الفقيرة، الدول الأقل من يعني التي ليس لها حصيلة تعليمية والتي فيها أيضا جانب الفقر بشكل كبير. نجد أن الدول المتقدمة التي نسبة دخل الفرد فيها مرتفع تبتعد نوعا ما، لأنها تنخرط في الحياة، الإنسان ينخرط في حياته بسبب العمل الذي يقوم به وبسبب ما يوفره له العمل من قدرة شرائية أو غيرها. الأماكن التي ينتشر فيها الفقر يكون عامل أساسي فيها الإيمان بالشعوذة والسحر. لماذا؟ لأن الإنسان يريد أن يخرج من هذه البيئة ويريد أن يجد له أملا في الحياة، فأين يجد هذا الأمل؟ يجده في السحر والشعوذة، خاصة إذا ارتبط ذلك بعدم وجود الإيمان وعدم الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. يعني السحر لا يؤثر كما يقول الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه. وإذن من يؤمن ويعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الأمور وأن هناك قضاء وقدر يجب أن يؤمن به وأنه واقع لا محالة عليه، فإنه يبتعد عن هذه الأمور. لكن هل هناك مجموعة من المتعلمين الذين يؤمنون بهذه الأمور؟ نعم، هناك كثير من المتعلمين. طيب دكتور، يعني كيف نفسر هذه يعني هذه الحالة، أنه هو يعني شخص متعلم يصل إلى مرحلة مثلا في الدراسة في المستوى العلمي في المستوى الثقافي ويؤمن بالسحر والشعوذة؟ هذا بسبب الحالة النفسية التي يعيشها. يعني أحيانا العلم هو يعني عبارة عن شعور فكري أو اعتقاد فكري، وهذا الاعتقاد لا ينعكس على السلوك الذي يقوم به الإنسان في حياته. حقيقة أن هناك كثير من المتعلمين، يعني نسبة أو الإحصائيات التي تشير إلى أن نسبة ما يقارب 15% من المتعلمين في بلدان كثيرة يذهبون ويؤمنون بالسحر وهذه الشعوذة والكهنة والتكهن. يعني حتى بعيدا عن السحر، التكهن أو الطالع أو قراءة الفنجان أو الكف وغيرها هي تدخل أيضا في هذه الأعمال المحرمة. هذا بسبب أنه العلم الذي استحصله لم يؤثر في نفسيته ولم ينعكس حقيقة، يعني لم تتقولب شخصيته وفقا لهذا العلم الذي استحصله، وبالتالي هو يريد أن يصل ربما إلى مراتب أعلى أو أنه نشأ في بيئة
تؤمن بهذه الأمور، فلم ينقح ولم يعني يخرج هذه الشوائب من ذهنه عن طريق العلم الذي استحصله، فهو يؤمن بهذه الأمور. دكتورة، دكتورة، ألا تتفقين معي بأنه يعني الجهل الذي يؤدي إلى اللجوء إلى السحر والشعوذة هو تحديدا الجهل بالأمور الدينية، وبأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وأن يعني الإنسان يجب أن يتوكل على الله في كل الأمور، في حل مشاكله، في كل ما يواجهه. يعني الجهل لا يعني لا يعنى في هذه لا يعني في هذه الدراسات أنه الجهل بالعلوم مثلا أو بالمعرفة أو الثقافة العامة، وإنما الجهل بالأمور الدينية تحديدا. بالتأكيد، هو يعني قلنا أن الإنسان إذا لم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على شيء، وأن هناك أفعال يقوم بها الإنسان هي التي تحدد المصير، الله سبحانه وتعالى لا يجبر أحدا على فعل أمر معين، وإنما يترك له الخيارات في أن يتخذ طريقه وفق ما يراه مناسبا. فالإنسان مخير وليس مسير، يعني لا يعني كما يقول الإمام الصادق الأمر بين أمرين، هو ليس متروكا كما يشاء وليس مجبورا، لا جبر ولا توفيق. أحسنتي. وبالتالي الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، وأن هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان هي التي تحدد طريق حياته، فإذا فشل في مسألة معينة فإنه يحتاج إلى شماعة يلقي عليها فشله، ويلقي عليها همومه، ويلقي عليها ما لم يستطع أن يحققه في حياته بأنه هناك سحر، أو أنه يلجأ إلى السحر لكي يحقق ما يريد. إذا أدرك الإنسان بأن العمل وأن تأثير الإنسان في الواقع هو الذي يحدد مجريات حياته، فإنه سوف لا يؤمن بالسحر. الدين التعامل حقيقة. الله سبحانه وتعالى عندما وضع لنا مجموعة من الضوابط الدينية هو لكي يبني مجتمعا سليما بعيدا عن الآفات النفسية والمشاكل، ويريد مجتمعا نظيفا، مجتمعا متكافلا فيما بينه. فإذا يعني ابتعد الإنسان عن الدين، و تحريم السحر والذهاب إلى السحر هي واحدة من هذه الأمور، هي لبناء المجتمع، لكي يؤمن الإنسان بأني أنا وحضرتك متحابين، فإذا حدث لا سامح الله خلاف لا نلقيه على شماعة السحر، وأن هناك شخص قد كرهنا وعمل لنا مثلا عملا لكي نفترق. هذا الأمر لا، الإنسان يجب عليه أن يراجع نفسه، لماذا حدثت هذه المشكلة؟ هل صدر مني شيء؟ فإذا صدر مني شيء كيف أستطيع أن أصلحه؟ أو الآخر ربما يراجع نفسه. هذه المراجعة أيضا الإسلام عودنا على الاعتذار، على صلة الرحم، على السؤال، على محاسبة النفس. هنا سوف يلجأ أو يعني ينحو المجتمع نحو الكمال والرقي. أما أني كل شيء أذهب إلى الساحر وأؤمن بالسحر والعمل حتى يصبح هاجسا، اليوم نجد أن الكثير من الناس لديهم هذا الهاجس. أي مسألة قالوا هناك من عمل لنا عمل في كل مسألة من مسائل الحياة. أحسنتم دكتورة. يعني أتوقف معك مع هذا السؤال. دكتورة، ذكرتي أنه فعلا الجهل، وخصوصا الدول الفقيرة ودول العالم الثالث بحسب الدراسات، هي يعني يكثر فيها السحر والشعوذة. طيب كيف نفسر ظاهرة يعني اتصال السحر بالشعوذة، إذا صح التعبير، بالتكنولوجيا المتطورة؟ نرى اليوم يعني الكثير من المواقع في شبكة الإنترنت، من القنوات الفضائية، يعني تقوم فقط على مسألة العزائم والرقي، ويعني أعمال السحر والشعوذة، والكاهن يظهر على الشاشة وكذا، والكثير من الناس يتصلون ويسألون، والبعض إذا لم يعني لا يتصل ويسأل يتابع ويشاهد ويؤمن بما يقول. كيف نفسر يعني هذا الارتباط؟ طبعا معظم هذه القنوات هي قنوات تجارية تريد أن تستغل المتابع وتستغل المشاهد بالاتصالات والمتابعة. طبعا قناة تجارية وقناة لها فكر أيديولوجي يراد أن يبث في مجتمع معين، يريد أن يفكك هذا المجتمع. هي تبث يعني مجموعة من القنوات المعروفة تبث في إطار معين، ليس في كل دول العالم، تبث في مجموعة من الدول. لا نريد يعني هناك قناتين مثلا تبث على نيلسات وعربسات. عندما وضعت هاتين القناتين وافتتحت في القمر الأوروبي هوتبيرد، لم تجد صدى معين ولم تحصل على تلك الاتصالات الكثيرة، فحول ترددها إلى عربسات ونيلسات، وبدأ الاتصالات في اليوم الواحد، وكثرت عدد البرامج حتى أن عدد ساعات البث كانت لا تتجاوز 6 ساعات في اليوم.
ابتدأت هذه القنوات في أن تبث على مدى 24 ساعة. لماذا؟ لأنها وجدت مجتمعا يتقبل هذه المسألة، ولأنها بثت لكي تحطم هذا المجتمع، ولكي يعني أي مسألة إذا انقرضت ماتت، يعني إذا قل استعمالها انقرضت وماتت. اليوم إذا قل عدد الذين يقومون بهذه الأعمال طبعا بالتدريج سوف يقل عدد الذين يؤمنون بها، أما إذا كثر عددهم سوف يكثر عدد الذين يؤمنون. لماذا؟ لأن من يذهب سوف يقنع اثنين، والاثنين يقنعون ثلاثة، والثلاثة يقنعون عشرة وغيرها. لذلك هذه القنوات هي تريد أن يعني تلهي مجموعة من المجتمعات في هذه المسائل، والابتعاد عن العمل والجد واستحصال العلوم واستحصال ويعني العمل الجدي، وبالتالي هو يتابع ويؤمن قال فلان وسوف يحصل هذا الأمر، حتى أنه يتوجه نفسيا وعقليا لما قال هذا الإنسان، فإن هناك حربا ستقوم، وأن هناك فيضان سيقوم، وأن لديه قدرة على إمراض أو جلب شخص معين، وبالتالي يتمنهج الإنسان ويتقولب ذهنه وتصرفاته وفق هذه يعني حتى مشاهدته فقط هي تؤثر على نفسي. نعم أحسنتم دكتورة، أتوقف معك هنا عند هذه الفقرة. أنه حضرتك في بداية البرنامج قلتي أنه السحر حرام، مجرد الذهاب سواء كان شخص يعمل هو السحر أو شخص يذهب إلى ساحر كله حرام. طيب هذه القنوات بعض الأشخاص يعني يقول أنا مثلا ما أتصل بهذه القناة، أنا ما أذهب للساحر، لكن أنا أفتح التلفزيون وأبوع على هذا البرنامج اللي هو كاهن وده يحكي كله يعني أعمال وسحر وشعوذة. بحد ذاته هذا العمل من ناحية الحلال والحرمة، ومن ناحية تأثيره في الأسرة وفي بناء الأسرة وتأثيره على الشخص نفسه. طبعا تأثيره في الأسرة بالتأكيد، إذا كان أب أو أم يشاهد هكذا قنوات ويشاهد هكذا يعني برامج سوف يعطي مشروعية للأبناء في أن هذا الشخص لديه قدرة على التأثير حقيقة، لأن الأب أو الأم يؤمنون بهذا الأمر ويشاهدونه، بل قد يتأثرون به. فإذا الإنسان خاصة الأطفال والمراهقين الذين ليست لديهم خبرة في الحياة وليست لديهم تجربة فعلية، فإنهم في مقتبل حياتهم، فإنهم سوف يؤمنون بهذه الأفعال وسوف يعني يبدأ انخراطهم في المجتمع مبني على أسس غير صحيحة، وهي أسس السحر والشعوذة والكهانة والغيبيات. إذن سوف يتجه المراهق أو المراهقة أو الطفل أن هذا ما يقوله هذا الشخص هو القول الصحيح، يبتعد عن ما يقوله الله سبحانه وتعالى، عن ما يقوله أهل البيت سلام الله عليهم، عن العمل الذاتي، عن بناء الذات، عن تحصين الإنسان ضد هذه التيارات. فالأب والأم يجب أن يراعوا هذه المسألة، حتى إن كانوا يريدون أن يشاهدوا فليرحموا هؤلاء الأطفال والمراهقين في أنهم سوف يبنون حياتهم على شيء هم لا يدركونه. بعض الآباء ربما يشاهد هذه الأمور هو غير معتقد تماما، وإنما لمجرد لكن السماع أو ربما المراهق التسلية أو الصغير يعتقد بهذه يعتقد الأمور. هو يتأثر وعندما يسمع يبتدأ يعيش هذه الحالة في أن هذه القوى الغيبية هي التي تستطيع أن تسير حياتي في المستقبل. أحسنتم دكتورة زهراء البرقاوي، شكرا جزيلا لكلماتك الطيبة. شكرا لك حياتي. حياك الله وأهلا ومرحبا. والشكر موصول لكم مشاهدينا الأكرم على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم مجددا وعلى